هي حسيبة حملتني بشكل عام في كل حاجة، أنا في كل مشهد أنا عملته، لكن مشهد موت ميشا أفتكر أنا اليوم ده، وده كان تالت يوم رمضان وكنت صايمة. من ساعة ما طلعت من الكرفان بتاعي، كنا بنصور في مستشفى بجد، خروجا من الكرفان لغاية المستشفى في الدور الثاني أنا عاملة كده، وقابلت كل الناس في كوريدور طويل كده قبل الأوضة اللي كان فيها ميشا. ما سلمتش على أي حد، بقي ما كانش مفتوح خالص، عاملة كده، فالناس بتقول آه نورين آه دي، فأنا عاملة ما فيش ضيق حتى يعني ما تن... فالناس كانت عماله تبص ايه دي اتخرست دي ولا ايه. فبعد ما دخلت وعملت المشهد بتاع ميشا خرجت قلت لهم ازيكم يا شباب وحشتوني والله، وابتديت اسلم واتعامل، ما كنتش عايزه افتح بقي لان انا اوريدي مركزه في حاله بقالي يومين ان انا رايحه اعمل المشهد ده، فمتحمله ان انا رايحه عزه بجد، ويمكن الناس اللي شافت المشهد ده اللي هيبص في وشي واللي يعني هو الناس صدقته لانه كان مشهد حقيقي جدا. انا كنت معيطه عياط هستيري هستيري لدرجه ان انا في الزاويه بتاعه اللونج دي كان في دموع عماله تجري دموع. فبعد ما عملنا اللونج استاذ رؤوف انت لسه عندك دموع تاني عشان نعمل الضيقات ولا ايه؟ فقلت له لا ده في كتير قوي ما تقلقش يعني اديني بس دقيقه تحضير والموضوع هيبقى تمام. وبالفعل انا اصلا متعاطفه مع شخصيه حسيبه جدا، انا متعاطفه وبتصعب عليا جدا، ويمكن دموعي انا قلت لك قبل التسجيل المشهد ده تحديدا انا اتفرجت على الحلقه دي 3 مرات في التلفزيون، وكل مره كنت كده وبتفاجئ ان انا بعيط. طب يعني دي حسيبه اللي صعبان عليا، مش ان انا اللي بعمل المشهد ولا ان انا مثلته حلو ولا ما كنتش بتفرج كده، انا بتفرج على واحدة حبيبها مات ومات وهي عاملة كده، واحدة بالتركيبة بتاعت حسيبة. وطبعا مفيش واحدة مفيش في حياتها ميشا، ميشا قصة حب لم تكتمل، مفيش واحدة ما عاشتش قصة حب وما اكتملتش.